فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، قاعدة أن الإنسان مخير لا مسير أو بالعكس، يقول ما الحكم الشرعي في هذه القاعدة وما هو الصحيح؟ الإنسان مسير ومخير، مسير بحكم بأحكام القضاء والقدر، مسير فيها ما له حيلة فيه، ومخير في حركاته وأعماله التي هي من تصرفاته ويقدر عليها، هذه مخير فيها، نعم. فهو من جهة القضاء والقدر مسير، أما من جهة أفعاله هو فهو مخير، نعم. يعني نقول جبري مجبور، نذهب مذهب الجبرية، لا هذا باطل، نقول مخير، يفعل الطاعة بمشيئته أو يتركها بمشيئته، ويفعل المعصية بمشيئته أو يتركها بمشيئته، الله أعطاه التخيير، نعم.